اليوم شفنا التقرير والإشكالية الكبيرة ما تروح لأي دولة في العالم خاصة هالموروث اليوم، الشماغ، الملابس، الأشياء اللي تمثل فعلا الهوية السعودية أو أي هوية بلد، دائما أهل البلد هم اللي ينقلون هالموروث. احنا نتفاجأ للأسف الشديد عندنا في المملكة العربية السعودية فيه بس قليل جدا من السعوديين اللي امتهنوا هالمهنة من قديم الزمان وما زالوا محافظين عليها، وتسألهم يقول احنا جاي أسولف شاي قهوة ما منها أصلا ربح كثير، لكن احنا نتمنى فعلا سواء من الهيئة العامة للسياحة والآثار أو الجهات المعنية، وزارة العمل، وزارة التجارة، أنه فتح آفاق وفرص وظيفية أمام يعني ممتهنين هذه المهنة خاصة اللي تعتمد على الهوية الموروث وتطوير. شفنا نماذج السعودية يعني اليوم طورت الثوب السعودي بطرق مختلفة وقدمت أشياء مميزة جدا. فن الأورغامي مشاهدينا الكرام أحد الفنون اللي حصلنا عليها للأسف الشديد، وهذا قصور كبير في جهات إعلامية في نقل الموضوع من خلال زيارتنا لمعرض منتجون، ومن خلال وعدنا لكم أنه بإذن الله من خلال هذا المعرض إدارة روتانا خليجية سوف تقدم ما يقل أو ما يقرب عن 200 أو 100 أسرة منتجة كانوا مشاركين في دعم لنا إحنا كبرنامج وظائف وكمسؤولية اجتماعية من قبل قنوات روتانا وتحديدا قناة روتانا خليجية. ما هو فن الأورغامي؟ خلونا نشوف هالفن ونرجع مع من امتهنت هذه الفن في المملكة العربية السعودية. هذا الفن اسمه فن الأورغامي، فن ياباني يعتمد على طي الورق من الأوراق، ممكن نلعب فيها ونسوي منها حاجات، ممكن نسوي منها حاجات نستفيد منها، تصلح للأطفال الصغار وتصلح للحريم الكبار وتصلح للرجال جميع الأعمار، لأنها تخفف الضغوط اليومية، تنمي ذكاء الأطفال، تعود الأشخاص على الصبر والدقة. من الأورغامي أنا هذه كانت هوايتي ومن كنت صغيرة، بعد ما كبرت طورتها وحاولت أني أسوي أشياء نستفيد منها ومن خامات البيئة، من الجرائد والمجلات وأوراق التصوير والكتب المدرسية، صرت أسوي منها أشياء مثل النخلة اللي وراي تكون أشكال جمالية نستفيد منها ونفس الوقت ما نذبها وتخرب البيئة. والله أنا أطمح، بس هي بداية كانت هواية، ودائما أحب أني ما أهتم بالأرباح قد ما أهتم بالحفاظ على البيئة والحفاظ على يعني ما أرمي شيء. الإبداع الحقيقي مشاهدينا الكرام كيف من ورقة واحدة A4 أو ورقة صغيرة بيضة تعمل إبداع حقيقي من تقنية يابانية من آلاف السنين مرورهم شرق آسيا إلى الرياض المملكة العربية السعودية، ومع مدام البتول عبد الكريم المتخصصة في هذا الفن. أهلا وسهلا مدام البتول. أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك. مدام البتول يعني شفنا هالتقرير وهالفن، واليوم يعني نبغى نتكلم على قصتك مع هالهواية، كيف بدأت ونقلتيها في المملكة العربية السعودية والمعرض اللي حضره آلاف الأسر. قبل ما أتكلم عن بداية فن الأورغامي حابة أبين ما هو الفن الحقيقي. الفن الحقيقي هو الذي ينطلق عن وجدان الإنسان، كما أنه كائنا شفافا يصور لنا الحياة كما أراد الله. لما له من هذا الفن من دقة كبيرة، قد اكتشفت أن الله أعطاني هذه المهارة والقدرة على طي الورق، ولله الحمد ممكن أن أستفيد منها بالبطاقات وتغليف الحلويات والشوكولاتة. هذه كانت البداية يعني على صعيد بسيط جدا. نعم. كم كان تقريبا قبل كم سنة؟ قبل 3 سنين تقريبا. 3 سنوات. بعدين ممكن صرت أستفيد من الأوراق التالفة للبيئة، من مثل الأشياء اللي موجودة قدامي الحين، الفازات والأشكال الجمالية نزين فيها البيوت والمكاتب. كيف كان الأسرة هل داعمة للفكرة؟ تعرف أحيانا أي فكرة جديدة يعني أنها بتأخذ حيز من وقتك ووقت أسرتك. صحيح. أو من البيت، فكيف كان دعم سواء الأهل يعني زوجك أبنائك للموضوع؟ بالعكس، أول بداية كانت أمي دعمتني قبل، الله يطول بعمرها. آمين. وبالأخير زوجي وأولادي الله يخليهم لك يا رب. طيب الآن إحنا هذه مهنة أو خلينا نقول هواية شفتيها في الصين في زياراتك وجيتي وحبيتي تأسسها شيء، مع أنه كان قديما ترى أمهاتنا يعني كانوا يعملون شيء قريب من هذا بس ما كان معروف هالاسم. كانت أمي تسوي
ممتاز. في علب، يمكن علب الصابون او المناديل او الاشياء استفاده منها، وهذه يمكن حتى للبيئه مفيده بشكل جدا كبير. طيب متى قررت انه انت تعملي موقع لك على الانترنت بمسمى تجاري وتبدي يعني تبيعين؟ مثل ما تفضلت من قبل 3 سنين تقريبا. قررت انه لازم عن طريق الانترنت، عن طريق الانترنت وعن طريق اني مراكز التواصل الاجتماعيه ابث الاشياء اللي انا اسويها. ما حبيتي تكون في محل في البدايه ولا مثل هالفن يعني هذا جديد؟ الفن اصلا ما في احد، اغلبهم ما يقدرونه. ليش؟ لانه جديد، واي شيء جديد على المجتمع يكون شوي صعب. عشان كذا انا احاول اني اثقف المجتمع ايش هذا الفن، لانه له فوائد كثيره، مو مختصرة على 1 2 3، كثيرة من الأشياء. إيش الفوائد؟ فوائدها مثل الدقة، يعلم الأطفال الصبر، ممكن الدم يصير في المخ يمشي لا كبار ولا صغار. أنا يعني الآن ودي الزملاء سعد شاب يأخذوننا يعني جولة كذا سريعة على العين الأشياء اللي موجودة في الاستديو. توقع العمر يعني مثل هذه الآن اللي ظاهرة على الشاشة عندنا، يعني توقع في عمر كم يبدأ الواحد ممكن ينفذ هالأشياء؟ ممكن الطفل إذا كان دقيق ويعرف يطوي الورقة صح، خلاص هذا هو ممكن أنه يبدأ. هل يحتاج تدريب في هالموضوع الآن ولا؟ والأفضل التدريب. أنا حاولت أني أبحث عن مراكز تدريب في الوطن العربي بعد ما رجعت من الصين، لأن لغة الصين صعبة أني أسويها. ما حصلت إلا في الإمارات ومصر، وعن بدايات فن الأورغامي. وبسيطة جدا. وبسيطة جدا. ويمكن هذا الشيء اللي خلاك اليوم يعني يكون عندنا كتاب. نعم. الكتاب هذا عن فن ال لا شيء الاستبيان. نعم إيه. إحنا شفنا الكتاب الآن هذا اللي موجود، وهذا الاستبيان. هذا الاستبيان. الكتاب هذا ايش قصته؟ ليش انت يعني الان اليوم الواحد يقول يا اخي انا جالس ابيع والحمد لله يعني قاعد الف كتب يلا عسى نلاحق على الشغل اللي موجود عندي؟ لاني بحثت عن الاورجامي باللغه العربيه ما حصلت. في اشياء بسيطه، القى كتب لغه عربيه بس اشياء بسيطه وبدائيه جدا. فحاولت اني انا من زياراتي ومن اطلاعاتي اني اجمعهم افكاري في كتاب واحد. يعني اليوم احنا نتكلم على مهنه وهوايه تحولت الى تدريب وتعليم. نعم. ونقل موروث وثقافه، هذه تاكيدا لانها ثقافه حقيقيه المفروض تنتشر. اكيد ثقافه. طيب اي نعم، هل ممكن انك انت يعني تسعودي الاسم، تخليه شوي سعودي عربي شيء معين، ولا انه انت حابه يكون بهالاسم؟ شو عنانة معنى عنان السماء. يعني كلمه عربيه فصحى. يعني تتكلم هنا في هالجانب عن ابداع واطلاق مثلا قدرات. نعم. لكن كفن يعني كأورغامي مثلا هنشوف اسم عربي او الاسم هذا هيتعرب؟ هو الفن هو من شقين هذا الاسم. نعم. الأورغامي اوري معناه طي، والاوري والجامي الشق الثاني معناه ورق. يعني خلينا نقول اذا جينا بنعرب الموضوع فن طي الورق. فن طي الورق. نعم. طيب اليوم يعني احنا عرفناك من خلال المعرض، معرض منتجون، مشكورين الغرفه التجاريه بالرياض والاخوه القائمين على المعرض، رحنا وشفنا. صحيح في كم اسره يعني كان مشاركتهم فقط مجرد تواجد، وربما هذا ظلم اسر ثانيه كانت متواجده بشكل قوي. كيف تصفين مشاركتك في المعرض؟ بالعكس، انا اشكر الغرفه التجاريه بالرياض على اتاحه لي الفرصه اني اطلع للجمهور واكون وابرز اعمالي، وكانوا الزوار بعدد هائل جدا ولله الحمد، زياده انهم يبغون يشوفون ايش معنى اورغامي. يعني اي احد يمر من عند جنب المحل لازم يوقف واقول له نبدا. ممتاز. يعني فن الأورغامي وايش اسوي؟ الورق اثقف المجتمع مثلا، الورق لا ترمونه، يعني بدل ما ترمونه في الزباله وتحرقونه ممكن ان نستفيد منه. للاسف الشديد يعني مدام البتول، يعني انا اتكلم زرت واحده من الدول العربيه، شفت الورق انه لانه طبعا غالي بالنسبه لهم. صحيح. فالورق المدارس اللي قاعد ينكب عندنا وفي والدفاتر هذه ابو 40 و60 و80 و100 للاسف اخر شيء بدها ترميها، قاعدين يستفيدون منها في بعض الاشياء، اعاده تكرارها تدويرها بشكل جدا مميز. احنا نقول الله لا يغير علينا، لكن يا جماعه الخير في امور كثيره لابد ان احنا نوقف عندها. انا راح اسالك على موضوع ثقه مع العميل. اليوم كيف بعد 3 سنوات تشوف في ثقة من الزبون أو الزبونة لما تبغى تشتري معك عن طريق تشتري منك عن طريق الموقع؟ أحاول أنا الثقة لازم تبنى، مو على طول. يعني من قبل 3 سنوات وأنا حاطة اسمي
وتقريبا كل من يمر من جنبي يقولون انت عنانه انت عنان، يعني خلاص صار شافوك المره يعني فيس تو فيس على ارض الواقع، شافوني واضح يعني هذا النشاط وهذا يمكن مميز. طيب الزملاء كانوا متواجدين يعني في الميدان وسالوا الناس عن اليوم، انت كعميل او كزبون كيف شوف ثقتك في الناس اللي يبيعون عن طريق الانترنت؟ ايش رايك نشوف الاستطلاع ونرجع نعلق على الموضوع؟ الماركات الرسمية أو هذه اللي تثق فيها، أما اللي لك عليهم فهذه شوية يعني تتخوف وتصعبها. أي صراحة في ثقة في بعض المواقع، مرة ثقة لا مو قصة الأسعار، بالعكس يقدم لك خدمة يعني، لكن اللهم أن الفرق في الثقة يعني، بعض الناس تكون الثقة موجودة وبعضها غير محلها يعني. منتجات يعني تصير ملعوبة يعني، يجيبونها أغلى من المول بصراحة، بس ما بعيد ما بعيد الشيء ذا، لأنه شوف إذا اشتروا من يعني من ماركة تكون قيمة الساعة تقريبا إيه، إذا كانت ماركة أصلية أوكي تكون قيمتها يعني قول 1500 بالكثير، قول 1500 يعني، تحس اللي بيتاجر بالشيء هذا أكيد ما راح يبيعها بنفس السعر، راح يبيعها بألف عليها صح ولا لا؟ 1000 و 2000 يعني ما بعيد، أشتري أنا بروحي أنزل المولات بروحي أحسن ما أنه أبيع في التجارة. والله النت على حسب يعني، تعتمد على كيف المجال أن تتواصل عليه، هل هم حقيقيين أو لا، ممكن في بعض الأحيان ممكن ألجأ لهم، ولكن في بعض الآخر لا، إذا شيء ضروري أو شيء أفضل أن ينزل مول أتقطع أشوف يعني أشغالي يعني. إذا اللي مو رسمي إذا ما في تجارب سابقة من شباب اشتروا من نفس الشخص ما أتعامل معاهم يعني، ما أحب أكون فار تجارب، إذا في أحد قبلي وزكالي الشخص لا يمنع يعني. اليوم سهل جدا يعني، لو زميلنا نايف الله يعطيه العافية قرر يبيع منتج، أسوي نايف الشهري سوى منتج يبين إذا في تلاعب ولا في شيء، فالحمد لله أصبح جوجل يعني المنتديات ما تقصر في فضح مثلا أي شخص يقوم بالتجارة. أخيرا أنا بسألك الآن على موضوعين مهمة، موضوع التدريب الآن أنت عندك كلام كثير في موضوع التدريب ويمكن خلاك تستدعي 2000 هالكتاب أكيد. وموضوع الثاني موضوع الدعم، كيف تشوفين الدعم من الجهات سواء كانت حكومية أو الخاصة؟ الدعم أنا أبغى أن يكون أول شيء أنا أشكر اللي داعميني سابقا خلال 3 سنوات من أمانة مدينة رياض، هيئة الأثار والسياحة، الجمعيات وخصوصا جمعية مكين لأن هي احتضنتني بحاضنة البيئة، والأخير الغرفة التجارية الله يعافيها. بس اللي أبغى تدريب. نعم جانب التدريب تفضلي وجانب التدريب أني أبغى أفتح مركز تدريب علشان نثقف المجتمع ومنها يعرفون إيش هذا المنتج. احنا نتمنى لك التوفيق واتمنى فعلا اذا كان في جهه تتبنى طباعه هذا الكتاب اهلا وسهلا، وهذا الدعم المنتج الوطني اللي فعلا يستحق التقدير. بدت بمهنه وهوايه وحرفه وشاركت الاهل، واليوم انت في جانب التدريب والتثقيف. شكرا لك مدام البتول عبد الكريم المتخصصه في فن الاورجامي، وشكرا لعائلتك اللي دائما متواجدين معك وخلفك ودعوا لك بالخير. الحمد لله شكرا لك، والدعم مشاهدينا الكرام مستمر لاي عنصر، اي شاب اي فتاه حابه تقدم فكرتها من خلال برنامج. فاصل قصير ونعود مع زميلنا تسيم فرج الايجابيه عن العمل وبيئه العمل، وهذه المره مع المروس كرما، ابقوا معنا.